أنا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. أقول لكم إيه الحاجات اللي تمسح الصفحة من ورا وتعلي المقام. قلنا بلى يا رسول الله. قال إيه؟ الصلاة. لا يا ريت سيدنا النبي ما قالش كده. اتكلم على مقدمات الصلاة. اسباغ الوضوء على المكاره. تعرف الليلة البرد دي شوية تقوم تتوضى كده بالليل وتصلي، او عندك جرح كده ولا حاجه وتعبان مش قادر احط ميه عليه وتيجي على نفسك ها، وربنا بيعذبنا ابدا، بيكرمنا، بينظفنا.